أهلا وسهلا بكم مشاهدينا من جديد. إذا نذهب بكم إلى ملف يتعلق بما جرى في مستشفى البشير، الحديث عن تراخي الإداري، عن 800 موظف مسجلين وهميين ما بيداوموش، واعتداء على أحد الموظفين. مدير المستشفى يطلب حماية أمنية، تتوجه له الحماية الأمنية، واليوم كانوا موجودين في مكتبه للحديث عن هذه الملابسات، ما جرى ووضعها في سياقها العام ربما والظروف التي تتعرض لها البلد. معنا على الهاتف سعادة النائب الأستاذ صالح العرموطي. سعادة أبو عماد، مساء الخير. مساء الخير، هلا هلا أستاذ عمر، يا مرحبا. يعني إحنا على ما يبدو أنه مرات بتزدحم الملفات، فبنحب أن نسمع منك الكثير، لكن اليوم خلينا نبدأ بالبشير. ما الذي يجري أبو عماد؟ شكرا. شو بدنا نلحق ملفات هذول مجلدات بدنا. الله بعيني أستاذ عمر، بعين الله. الحقيقة ما يجري شيء مؤلم جدا ومذهل ومش غريب، حقيقة مش غريب. نعم. لأنه الفساد مستشري في مؤسسات الدولة كلها والبلديات، وكل هذه الأمور بعينه موظفين وما بيداوموا وتنفيعات وأمور بدون رقابة ولا حاجة. هذا الفساد بعينه. أنا هذا عدم وجود مراقبة أصلا. عندي 800 موظف ما براقبهم، تدقيق موظفين، مدير رئيس ديوان، مدير موظفين، نظام خدمة المدنية، نظام الخاص في كذا، وين الإشراف؟ وين الوزارة؟ بعين 800 ما بتابع أعمالهم وأشرف على وظائفهم وتصنيفهم وبراقبهم، وين ديوان المحاسبة عن هذه الأمور؟ الحقيقة ما قام فيه مدير المستشفى خطوة إيجابية، لكن أرعبوه، حمل حاله أخي عمر وروح، حمل حاله روح، خاف على حياته. صحيح. فوين دولة المؤسسات والقانون؟ إحنا نقول دولة المؤسسات والقانون، بدنا نحترم القانون حتى المؤسسات ونحافظ على وجود الموظف الأمين الحريص. لما اكتشف هذا المدير لازم يكافح، مش يتعرض للتهديد والقتل وأرعبوه وهددوه. ويا ما في قضايا فساد تعرض لها، يا ما في نواب اليوم وجهوا أسئلة وتعرضوا للتهديد أو مسؤولين كبار. صحيح. ولذلك قد يلجأ المسؤول للسكوت عما يرتكب. يعني للأسف مش كل إنسان له شخصية قوية يا أخي عمر، وبالتالي يعتبر شركاء بهذا الفساد. أنا باعتقادي الجازم أن هذا الوضع متراكم. أنا أدعو إلى تشكيل لجنة متخصصة للمراحل التي تم فيها تعيين هؤلاء الأشخاص، وكيف من قام بتعيينهم، وما الجهة التي قام بتعيينهم طيلة هذه الفترة، وكيف وأين الرقابة الإدارية على هذا العدد الهائل من الأشخاص. هناك أيضا في البلديات نفس الشيء. نعم. يعينوا ومستشارين وهم لا يستشار ولا بيداوموا. لذلك فإننا نلقوا ناقوس الخطر من خلال قناتكم المحترمة، ونقول أن هذا الفساد بعينه، وبالتالي لابد من اتخاذ إجراءات صارمة بهذا الجانب. يعني لما احنا عين 800 موظف بالله عليك وما أجدهم على أرض الواقع. صحيح. الملك كل يوم بروح على مستشفى البشير، صار قد زايره ورئيس وزراء راح، وزير الصحة تنهاره على صلاة الفجر بروح وبراقبه. غير المراقبة على مثل هذه الأمور الخطيرة اللي بتشكل عبء خطير على الوطن، لو اتخذ إجراء واحد بحق مثل هذه الأرقام اللي عاطلين عن العمل وما بيعملوا، وأبصر شو أصلا وجود مثل هذا العدد، العدد قد يسيء أو يسيء لهذه المؤسسة مستشفى البشير. وأنت بتعرف مستشفى البشير فيه تراجع. صحيح. لكن شخصية مثل شخصية مدير الجهاز هذا يقول وبصوت عالي أن هناك عدد 800 شخص ولا بد من اتخاذ إجراء ويصرح مثل هذا العدد، خطوة إيجابية وجريئة، إن شاء الله يكون بداية لإصلاح سياسي وتراحل في كل مرافق الدولة. نعم. يعني أبو عماد، أنا مضطر أخذك لأكثر من ملف. ملف البقورة والغمر، على ما يبدو الحكومة مش ناوية تسترجع البقورة والغمر. هيك شفت أقول لك. نعم يا سيدي، شفت أقول لك. نعم. من أول كلمة ألقيتها تحت القبة في حكومة الملقي كنت أتكلم عن البقورة والغمر. ثم قرأت اتفاقية وادي عربة. لمن يقول بسمع بالإعلام اليوم يا أخي شخص رئيس ديوان سابق بقول يا عم اقرأ اتفاقية وادي عربة. طيب اتفاقية وادي أو اطلبوها من الحكومة، هي بين ايدينا يا مسؤول كبير كنت، بين ايدينا وقرأناها. وجدت سيدي في الملحق الباقورة والغمر أن هناك اتفاقية لملحق الباقورة والغمر تعطي حق التصرف بهذه البقورة لمدة 25، ومن يرغب أي طرف من الأطراف سند المادة 6 من هذا الملحق بيبلغ الطرف الآخر قبل عام، وإلا يجدد تلقائي. أنا بيني وبينك وجهت سؤال، جاوبت الحكومة. من حسن الحظ أني ناقشت رئيس وزراء السابق تحت القبة، تعرف رئيس وزراء لم يجبني عن البقورة والغمر. تحولت السؤال إلى استجواب،
ثم ارفقت سؤال اخر، هل عندكم رغبه بانهاء اتفاقيه الباكوره والغمر، وهل الاراضي مسجله باسم كما صرح رئيس وزراء سابق باسم الكافيه؟ لم ياتي جواب من دائره التسجيل في غرب عم اربد ولم يبين ذلك. تصور انا موجه السؤال اخي عمر من شهر اثنين، من شهر اثنين، والاصل في القانون في النظام يجب ان تتم الاجابه خلال 14 يوم، لم تتم الاجابه، فحولت قبل يومين اذا قرات عبر وسائل الاعلام السؤال الى استجواب. حولت السؤال لاستجواب رئيس الحكومه. احنا اذا ما نهينا وبلغنا العدو الصهيوني قبل 26/10 تجدد الاتفاقيه تلقائي. اليوم بصرح الحكومه بتقول هناك اشكاليات وهناك كذا وسندرس، شو بدك تدرس في الموضوع؟ يعني كلها كلمتين سطر. قررنا نحذر ان نبلغكم باننا لا نرغب بتجديد هذه الاتفاقيه، ولا يترتب على الاردن اي التزامات في هذا الخصوص، لا يترتب على الاردن اي التزامات، وسيتم بحث نتيجه الغاء هذه الاتفاقيه ستدرس، خليها تدرس من بعد باقي الاتفاقيه. هذه ارض اردنيه، سياده اردنيه احتلت حسب المحافظه الرسميه سنه 1950. انا اطلعت عليها بمجلس الامه، قدمها شمس الدين 12، وشفيق الشداد قدموا مذكرة أن الباقورة احتلت عام 1950 وتقدموا بشكوى لدى مجلس الأمن، والمندوب البريطاني عطل هذه الشكوى، وهذه ثابت في محاضرة رسمية مش من عندي. ومن يقول أن الباقورة مش أرض أردنية مش صحيح، حتى اتفاقية وادي عربة في نص فيها أنه أرض الباقورة احتل منها 1891، وأنه 830 العدو الصهيوني يقول أنها لا حق التصرف، فرق بين الملكية وحق التصرف. هذه أرض محتلة وهي أرض صميم أردني، وقد قاومتها عائلاتنا في الشعر ومشروع روتنبرغ اللي هو 6000 دنم، استطاعوا أهلنا في البادية أن يدمروا هذا وتعود الأرض. وحتى اتفاق روتنبرغ هذا في شرط أنه لا يجوز نقل الملكية لأي جهة، وإذا قام روتنبرغ هذا يهودي إذا قام ببيعه لأي جهة فيعتبر حكما باطل، يعني حكما باطل. لو طبقنا هذه الاتفاقيات ستعود أرضنا ذات سيادة لنا. فبالتالي على الحكومة من منبركم وطالبها أنه أنا وجهت استجواب، والشارع ينتظر تتخذ الحكومة قرار بإنهاء هذه الاتفاقية بهذا، ولن تترتب أي مساءلة بموجب الاتفاقية على الحكومة الأردنية. نعم، يعني كل حكيته بعماد واضح قانونيا، لكن على ما يبدو أنه الإرادة مش عند الحكومة، عند المرجعيات أنه لا بدنا إبقاء الوضع على موعد. هيك إحنا فهمنا، يعني هيك فاهمين من هذا الصمت وهذا السكوت، ولا بتتوقع يفاجئونا ويوجهوا يعني خطابهم للإسرائيلي قبل 26 الشهر؟ أنا مش متفائل. أنا مش متفائل. بعدين المرجعية إلهم، المرجعية بموجب السند الدستوري بالمادة 45 ولاية عامة على رئيس الحكومة السابق، هو الذي وقع الاتفاقية. أنت يا حكومة ما بصير تعتمدي علي مرجعي، يقول كلمتك، خليه يدخل التاريخ. عمر رزا يدخل التاريخ يا أخي. نعم. قول أنا لمرة واحدة أنني لا أرغب بتجديد هذه الاتفاقية، ويدخل التاريخ ويطبع. خليه يصير بطل القومي زي ما وصفي وزاع الآن إحنا بنحكي عنهم، خليه يدخل التاريخ. لكن للأسف الواحد حريص على منصبه، والله أن هذا اعتداء وهز الكرامة ومشكلة. رجعونا أطلعنا يا أخي، وين الباقورة والغمر؟ الغمر كمان فيها 387 دنم وآبار فوازية يغذي المستعمرات الصهيونية، والخضار والفواكه تصدر إلى أوروبا، وسنت 68 وبال71 ولم يتخذ أي إجراء. من أغنى الأراضي أنا بغذي العدو الصهيوني بآبار ارتوازية، وممنوع الآبار ارتوازية الأردنيين أن يقوموا بآبار ارتوازية فقط لخدمة المغتصبات اللي هي المستعمرات الصهيونية بتغذي من أراضي الغمر. ولذلك هذه أراضي أردنية من حقنا أن نفرض سيادتنا، لا جمارك ولا أمن ولا كذا، إن ولاية عليها، وين السيادة اللي عليها؟ فبالتالي مطلب استحقاق شعبي، والأمة مصدر السلطات. هي أبناء العشاء اليوم موقعين على اتفاقية في سمروسان، موقعين عليها وبيطالبوا. طيب استجيبوا لنبض الشارع، اسمعوا الناس، تسمعونيش، اسمعوا ابناء العشاب شو بقولوا. يقولوا أرضنا الباقورة والغمر يجب أن تعود للسيادة الأردنية، وموقعينها عدد كبير جداً
14 موقع عليها هذه الاتفاقية من مجموعة من أبناء العشائر الأردنية من مختلف المناطق، وبالتالي على الحكومة أن تستجيب لهذا النداء، خاصة أن العدو السوريين يا سيدي عاد فسادا، القدس موحدة ويهودية الدولة والوطن البديل والتاجير وصفقة القرن، كل هذا ما بيساعدنا نقول لي مرة واحدة بدنا أراضينا ونبلغ هذا العدو الصهيوني واللي عاد فساده وداس على اتفاقية وادي عرب بأقدامه وداس ومش معبر حدا بعينه ويقول القدس موحدة وبده يطرد الشعب الفلسطيني. انت شوف يا اخي عمر، بالله عليك تعمل برنامج عن نشيد الشبيب الصهيوني، شو بقوله للأردن ضفتان الشرقية وغيره، شو اسمه النشيد ما يسمى بالنشيد المغتصبين، اظن مستعمل بديش اقول نشيد وطني، الاعداء الاحتلال وتكريس الاحتلال والاغتصاب، وما في عالم يقول هذا عنصرية وهذه نازية، مش معنيين حدا بعينهم، على الاقل نرفع الصوت عالي ونقول لا بدنا حقوقنا ترجع لنا، كفي مياه طبريه سجونا مياه ملوثه، 150 من اتفاقيه واشنطن عام 1954 قالوا هذه الميه 150 مليون متر مكعب، بموجب اتفاقيه وادي عرب اعطونا 50 مليون من مياه محير الطبريه في العمق الملوث اللي راح تذهب بجينات ابنائنا، شو قدمنا؟ الصواريخ بروس نوويه، 6 مفاعلات نوويه، كلها والجدار العنصري اليوم بيعملوا جدار من العقبه الى طبرية، واليوم أقاموا مطار للكيان الصهيوني خرق لاتفاقية وادي عربة. اتفاقية وادي عربة شو قدمتها وكام ديفيد أوسلو، خرقت اتفاقية وألغت اتفاقية الدفاع العربي المشترك وألغت يعني قسمة يعني شروط، احنا كلنا نفذنا كل ما يرد في اتفاقية، بينما العدو الصهيوني لم ينفذ حتى الولاية عن المقدسات كما تعلم. الآن بيقولوا لنا لا، وقع الأردن 31/3/2013 محمود عباس والملك اتفاقية بالولاية عن المقدسات، وليتنا مش موجب اتفاقية وادي عربة، وليتنا باستحقاق الدستوري من الوحدة عام 1950. لذلك شاف على الحكومة أن تعي وأن تكون قرارها راشد وحكيم لما في خدمة الوطن وأمن واستقرار، الظروف السياسية، الجوع، الفقر، الإرهاب، وضريبة الدخل، الجرائم الإلكترونية، وكل هذه القضايا بتضيق علينا إحنا أصلاً، تضيق على حرية الحقوق. بتعرف يا أخي عمر من أمتى نشأت؟ بعد اتفاقية وادي عربة، إلغاء قانون الانتخاب 89 اللي إحنا بنقول نموذج، وألغوا عن الصوت الواحد وحلوا مجلس النواب بسبب اتفاقية وادي عربة. كل هذه الأمور خدمة للعدو الصهيوني، وقتلوا أبنائنا في السفارة وقتلوا، ما حركنا ساكن، وإحنا الآن نقوم اتفاقية الغاز وناقل البحرين، وعينا بدنا نوقع اتفاقية مع مصر على اتفاق نقل الغاز، طيب وين متوقعين اتفاقية مع العدو الصهيوني؟ يعني التسيب والفوضى والمراهقة السياسية في حكومات تمارس لأنها ما بتمارس ولايتها العامة في هذا الأمر. نعم، أنا بدي أشكرك على وقتك وعلى كل هذه التوضيحات وعلى هذا النفس الوطني اللي يعني احنا لا يمكن ان مزاود عليه. بدي اشكرك سعادة النائب الاستاذ صالح العرموطي، حدثنا عن ملفين هامين. شكرا ابو عماد، حدثنا عن ملفين هامين، اولا قصة مستشفى البشير، وثانيا قصة الغمر واراضي الباقورة وعلى ما يبدو الحكومة تسوف في هذا الملف. اما قصة الترهل الاداري، موظفين بيقبضوا رواتب، باعتقادي ملف يجب ان يفتح في الحكومة، يجوز بالجهاز البيروقراطي يكون أقل لكنه أكثر وأتسم في البلديات، لابد أن يفتح هذا الملف. نكتفي بالحديث عن هذا الملف، نذهب إلى وقفة قصيرة ثم نعود.